الحملة الوطنية للتحصين ضد كوفيد-19 بولاية صحم يوم الأحد بتاريخ 27 ديسمبر، وبالتحديد بمجمع صحم الصحي، حيث يتم تحصين الفئات المستهدفة من أبناء الولاية باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد. وقد تم التنسيق مسبقاً مع المستهدفين في المرحلة الأولى، وهم مرضى السكري 65 سنة فما فوق، أمراض الرئة المزمنة، الانسداد الرئوي، الربو، مرضى الرئة الخلالي، علماً أن مجمع صحم الصحي يستقبل الأشخاص المستهدفين خلال أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس من الساعة 7:30 صباحاً حتى 8:00 مساءً، وفي أيام العطلة الرسمية يومي الجمعة والسبت من الساعة 9:30 صباحاً حتى 3:30 مساءً. الجدير بالذكر أن هذا اللقاح معتمد من وزارة الصحة والمنظمات الدولية المختصة، وقد بدأت عمليات التحصين في الكثير من الدول حول العالم.